واجنها. قلت لها ليش لين الحين ماسكيت الزرع؟ قالت لي والله نسيت، هاي آخر مرة تنسين هاي الزراعة. نسيت تريقين؟ قالت لا. نسيت تتعشين؟ قالت لا. نسيت تقبضين معاش؟ قالت لا. قلت عيل هاي الزراعة شرات البريكفاست وشرات المعاش، ضروري انك انتي تنتبهين. المهم قالت سوري بابا. قلنا لها انتي ماشي مشكلة. تويابت البالدي الماء، ولأن الماء ضو يطبخ ويني نور. قلت لها تروين تشربين؟ قالت لا. قلت عيل هالنمور الزراعة بعد لازم لبي يعطي الماء، يعطي ماء يكون بارد. كيف بتروم تشربها الشيرة؟ عطنها ماء يطبخ، وين يجيب ماء؟ قلت لها العام شو قلت لك؟ قلت لي العام قلت لي افتحي السخان، يوم السخان مبند بتقطين ما فيه بارد. قلت العام شرات السنة ما اختلف شيء يعني. قالت ان شاء الله بابا ايب سوري. قلت لها هذا لا سوري بحياتك. قالت زين. ابو محمد بابايا شرات شيرتك في مرشد، ها طالع بالله عليك. السلام عليك يا ابو محمد، كيف حالك؟ ساك بخير؟ الشباب بيعيدوا عليك، ها شو تقول حق ابو محمد؟ مبارك ابو محمد، يدك مبارك ابو محمد. راح يسلم. مرحبا ابو محمد، كل عام انت بخير ابو محمد. انا مبارك، كل عام وانت بخير يا شعب الامارات. كل عام وانت بخير ابو محمد، وهذه تهنئه من سلطنه عمان. بس بالعرب اللي بعدها مبخوره، ترى ابوي العيد اليوم ثاني يوم، لا تحرون وقف العيد ولا تحرون بعد رمضان. ابوي خلاص وقف رمضان، الحين عيد الناس تنش تعايد تسلم لين ما وحالك تسير له البارحه وامس بتسير له اليوم. سير الضحى، سير الصبح، سير العصر، سير ويه الغداء، ايام الله كلها مبروكه وايام الله كلها عياد. ما بتحرون عيد وقف؟ لا قال والله العيد الليلة الصغار هي نص ساعة أول يوم العيد. لا تصبحون أبوي فوايلكم ومتخنكم والحمد لله العرب بتي كانكم طبجين بيباكم ما حب يجيكم، يعني عبارة روغ لحدي يينا لحدي وايج علينا، هذا معناه سكيرة الباب لحدي يينا. اللي سكر بابه معناته أبوي، نحن أبوي ما بمعيدين، ما أبوي المسلمين، نحن غير. الحلوة أبوي بالنسبة للحلوة، الحلوة اللي جاي من عند الشيخة هند بنت مجثوم الله يطول بعمرها، ضروري اللي بياكل بتحطولهم الحلوة، تقولونهم قايسوا على عماركم. أولا ما تكون الخويشيجة من الكبار، خاشو قعود ما تاكل، لا خويشيجة صغيرونة وتقايسون عليهم. هذا ما بالحلوة مال السوق، حلوة السوق ولا الحلوة اللي يبون من شرق وغرب، لا الحلوة هذا أبوي حلوة تروم تاكل من حتى 3 شهور 4 شهور لين 6 شهور ما يعول. كل يوم قطيعه، كل يوم قطيعه على كبر الرايبه، ان كانت من هاي مقطعه ذهبيه ولا من مقطعه قطاه بيضه هذه. زين فلذلك ابوي الحلوه هذه نحن مقطعه ذهبيه يودناها العيد العود، وان شاء الله نبي نرويكم اياها. لا تقولوا ما قلنا لكم مقطعه ذهبيه يودناها العيد العود، وهاي مقطعه بيضه، مقطع بيضة لعيد الفطر، مقطع ذهبية للعيد الأضحى إذا الله جعلنا من الحيين، وبتشوفونها واللي بي بيطعم منها، وشرط أنها ما اختلف منها ما تطير بهالدباب علينا. رقم واحد، رقم واحد الحلوى الناضية الفنانة هالي قلت لكم عنها، تطول العمر ومتعة في اللثم. إن شاء الله الناتج اليوم، شوف الناتج تبارك الرحمن، شوف ما شاء الله كله فل ما شاء الله، فل يا فل، فل يا فادر، فل يا فل، وغادي ريحة المكان كلها ما شاء الله ريحة فل. ضروري اللي بيحط اللي بيقطعون الفل من اللي خلصوا قطعوا هالنمون خرسوه بقطرة ماء أو رشوه بالبخاخ. أول شيء رشوا القفة هاي، رشوها الجفيرها صغيروني القفة، رشوها بماء لين تخرس، وعقب وهم يعقون الورد يرششون بماء
فتازم ريحته تهبي يومين ثلاثة ايام وهي تفوتخ. عليكم ورحمه الله وبركاته ابو محمد، عيدك مبارك، كل عام وانت بخير. يا مرحبا بك يا ابو محمد. ابو محمد سارين البحر ان شاء الله صوب الفجيره حق القباب والوناسه، الحين ايام عيد وايام الوناسه والحمد لله رب العالمين. يا مرحبا بالجميع ويا مرحبا بك يا ابو محمد، تشرفنا بك طال عمرك. يا مرحبا السائل، مو سائر البحر انت ولا بنتم يالس؟ تحرك ابوي تحرك، او بسافر اليوم، قالوا بسافر. الله يحفظك في حلك وترحالك، اخوك خالد فداسي وبطي. انا موجود، انت وين؟ طلع ما يتنا عيال. انت وين؟ انت وين؟ انا في البيت. تبي فلك عيني؟ شو؟ الفلاح. انا اي الفلاح؟ ايه؟ ما قلت لي تعال. شكرا. ابراهيم يلا 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 تشيز هذا. تشيز انا تشيز انت سوي. معرسه؟ الحمد لله معرسه ابني. إيه؟ جوز ابني يا حبيبي، لك اشوفك حرب الله. دهرية دهرية يعني الله أكبر من عيني. انت بس خليك على الضحك بس. إبراهيم عيب يا إبراهيم، فضحتنا ويا الحرمة. هي والله اخ عليك يا ابراهيم. انا ما اصوره اول احمد الزعامة. والله لا، احمد كامل، احمد بن منو؟ احمد حسن عبد الله الزعامة. والله والنعم والنعم والنعم. ايش حالك حبيبي؟ في اي صف احمد؟ ما شاء الله شاطر. الله يحفظك ويبارك فيك. بصير مكانه؟ بصير مكان يوم العصر؟ اللي بتعيدوا في ابو ظبي؟ انا مو بتصيروا بقعه يعني ولا بتعيدون هني؟ لا ما بصير مكانه. الله يستر. الو السلام عليكم. يا ليتي الله يبارك عليك. كيف حالك؟ بخير. ساعتك بخير. اسمع زيك. صليت؟ الحمد لله. وين صليت انت؟ في ده قال لي وانا فسيت. متى صليت؟ انت تصلي في البيت ولا في المسيت؟ لا صلي في وين؟ في البيت. في البيت ما شاء الله. متى بسافر؟ للحين اليوم ان شاء الله الليله. ايه ايوه. منو بيرقد ياك في الغرفه هناك؟ انا حسن. اسد ولا ابراهيم توفيق؟ لا اسد. ليش ما تخلي ابراهيم يرقد ياك؟ ليش؟ ها؟ مسكين. مسكين؟ ايه. ابراهيم شيخ مو مسكين، خيخ ابراهيم خيخ. يا حيين ان شاء الله حيين. ايه ان شاء الله من الحيين. يا بابا خيخ. صبر صبر، تعال تعال. وين مستعيل؟ وين بسير؟ عجوز. تغديت؟ اخوي الحين. وين بتتغدى؟ عند خالد؟ لا هني. وين؟ وين هني؟ فلاح. وين؟ فلاح. شو مسوين غدا اليوم؟ ما اعرف. مكبوس؟ ما بسوين. ها؟ خيخ خيخ خيخ. انت خيخ صلاح. سافر بانكوك ما شاء الله عليك. حي ان شاء الله. حي ان شاء الله. الله يجعلنا من الحيين. خل صلاح خل سموني. ابراهيم ابراهيم عرفت شو هذا؟ هذا يقول كلب؟ لا هذا كلب؟ لا ها كلب. ايوه هذا لا دب. هذا امه كلبه. امه كلبه. كلبه؟ ايه امه. شو امه؟ كلبه. وابوه؟ دب. دب. ابوه دب وامه كلبه. عشان كذا طالع على ابوه. هذا ظهر على الابو. والجسم من الام. ايه ايه الجسم من الام. خبرها خبرها كلب لو كلب. اكسكيوز مي اكسكيوز مي ذس دوغ دوغ دوغ.
خربت على الفقيرة قالت الكلام. بعد ولا ترمس. يا سلام سلام. تتكلم ابدا. تزعل وتعرف كلام بطاقة القبول. انت بده تلطم هذا؟ انت والخير بعد. مرة ما عليك واسع. ان شاء الله غير هالودية. بتزرب بطني كانت تعمل شم القبول. الخاطري بس ولا هذا. صايص القبقوم لازم تكسرها. كسرتيه كسره تخليها بويه الصحن وتكسرها هاي خده تشلها. ما يبالها تضرب. ما يبالها لا اضرب ولا يبالها تيرس تبدع ايديك وتقطع ابدا. مخبرنكم وقايل لكم ما بصوركم الغداء الا اذا شيء مميز. الشيء المميز اليوم في غدانا انه شو؟ مالح. ومالح كيف عاد طريقة المالح؟ المالح من عقب ما يتودن وينغسل المالح زين ما زين يترتى شوف على كبر رايبة على كبر رايبة وينحط نفس كمية المالح عيش ونفس كمية العيش والمالح ينحط ماش فيستوي ذل موش وهي عاد طرف العلاقة فيازم على ما تشوفون عيش فوقة مالح لكن المالح ما بحزز لا يتقطع صغار صغار فياخذ كمية كبيرة من المالح تقريبا هاي اللي تشوفونها الحرارة هذه هاي تقريبا 5 أو 6 ربعات من المالح فلذلك يستوي مميز يعني يستوي نفس كمية العيش مالح ليش يتقطع صغار صغار شرات القشيد ينبث بث وعقب يتمرق يملح هو وينحمس وينشاط يستوي شرات القشيد وخلاف يتمرق من عقب ما يتبزر شرات الفوق العادي لكن الفرق بين الفوق اللي انتم تسوونه وهذا ان هذا مقطع صغار صغار وياخذ كمية كبيرة فبدال ما يازم عيش ريج يازم عيش بمالح ونفس كمية يعني الكمية ثلاث يستوون ثلث مالح وثلث عيش وثلث ماش فضروري القياس بالضبط يكون فاليحيد عمره ما يهون عليه المالح لا يسوي هالطبخة شكرا مقلل كان عد عادي مقلل كان عد عادي وعسب انه غادي ناضي كان عد ورقم واحد لازم اذا مقلل ما يغادي عن زيادة عن نص انش ما يسوون حزز على هالمتن يغدي من داخل ني ومن خاري ناضي فلذلك ابوي هذا مثل ما تشوفونها كيف تغدي ناضي حزت الجنعده كانها عود ولا صغيره ضروري هالنمون عرضها يغدي فقط نص انش هوري يا حبيبي ايد مبارك ثانك يو ادوارك ثانك يو لازم المالح يتنظف زين ما زين لازم اللي بتخدم المالح تظهره من البار من أمس في الليل ويتبدل عن الماء مرتين ثلاث مرات والصبح ينفاح أول فوح ينشب عنه عقب ينفاح الفوح الثاني لين ينضى من ينضى يبسلونه زين ما زين وينظفونه وينشون يحمسونه من يد ويديد ويا الكسبر والبصر والثوم والجليلان والجرفة وكل حبات الريح اللي تباها سنوت بكبارة ويليلان بكبارة ناهيك عن السنوت النعيم روحه والليليلان النعيم روحه والجرف بكبارة لازم لين ينضغ تبن ريحة الأشياء هاي في ويا البصل في المالح عقب عقوا عليه البزار والثوم ومرقوه وعقوا عليه العيش وقبل ما يعقون عليه العيش تشد فايحين الماش وناضي ربع نظيه وعقب يتجانب ويتجانس ويا العيش ويغلي هالنمون كل حب على راسه لازم بلي عظام المالح لازم بلي عظام لازم انه يكون بلي عظام يتبسل عن العظام زين ما زين مبارك نعيدك يا ابو محمد كل عام انت بخير وصحة وسلامة
وابد والله مدومين في العيد. يلا يا تشرفنا اهلين. هلا والله. هلا هلا بالوين بلوجر قول لي. لا انا موصينا في البيت قالوا لي مره من وين تصوروا يا زي سويتها حي حي ما شاء الله تبارك الرحمن. انتم والله الجمهور ما شاء الله. صبروا 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 انا بعد بصور. مرحبا ابو محمد. مرحب باجي. مرحب باجي. مبارك عيدك. عساك من عوات العيد السالمين انت والغالين جميع. الله يسلمك. مضرنا عاد ضرات الموروث. فالك طيب فالك طيب. يا العشويه يوم تلفين من شتش عن داره ورباه من شتش عن بو شارع زين حلو الخشم والخد محلاه وتوارثه وفي قلبي اثنين واحد سهيل وواحد الياه واحد مقره مقلة العين وواحد وسط لفوات سكان وعذبني هراعي الحيايين وعذبني عسني اهداه وابدا ثرى لو كون حولين هذاك لين اموت منساه وسلامكم وعساكم من العايدين والسالمين. صلاح سلمت على ابراهيم. سلام واحد ولا مرتين؟ مرتين. اصب لك قهوه. صحه اول شيء بس صحه ابراهيم. تراك ما سلمت علي. ها ترى كنت كذا مشغول مشرب ومغرب. يعني شو انتم وايد اتريا؟ لا يا سلام يا سلام. محمد هاو ار يو؟ ام فاين. سمعت سمعت رمس يقولون الصبح مشغلين هاي قرية ملاقو. منو مشغل منها؟ انت قبل شوي مشغل اغنية انجليزية. لا كنت قاعد اكل مشغول صمالح اتغدى. كلت منه؟ اي لذيذ والله لذيذ. ما يا ابراهيم والله لذيذ والله العظيم. تدري وين متعلم من هالطريقة هاي انا؟ من عن طه بن عبد الجليل في المغرب. والنعم. اي والله في المغرب في الرباط يفتتون المالح. انا استغربت انزين لما شفته مفتت. اي عجبه. اي والله. شفت قايل؟ رهيب لذيذ. ديليشس. انجلش دلوقتي. اقول لكم واحد متسلط علي لو باكل اي شيء يا وخذ من عندي لا يشاور ولا يناظر وياكل التحرى حلوه يربع وراه بعد اسم الله على ابوه صلاح. شنو شنو يعني طالع هناك حقه ياخذ. تعب وين ساير الحين؟ تركب مع ابراهيم ولا وياي انا؟ ها صلاح؟ صلاح تركب مع ابراهيم ولا معاي انا؟ اثنين سيارة طيران الاتحاد طرشين لك سيارتين وحدة حقك انت؟ شوف وحدة حق ابراهيم زين؟ وانا وانت واسد في سيارة شو رايك؟ احسن؟ ولا تبى تركب مع ابراهيم روحكم؟ لا 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 ولا هذه ولا يبى يركب ورا ابوي. يلا تسر يلا مع السلامه. باتن علي يقول لي ان سرت ولا وديت ابراهيم وياك ما حبي يتابعك ولا حبي يرمسك انت شو مسوي للعرب؟ صدقهم ليش؟ ويسلمون ليش؟ شو السبب؟ شو السبب؟ شو فيك يعني يعني مميز يعني اكثر عن العرب؟ مصممين لا تصور لو يا بابا ابراهيم يعني سؤال مش غريب عادي يعني اكيد انه راح يكون عادي لان من الناس لو يعرفوا ما سالوا هالسؤال. يسالون شو المالح وشو الفوقه؟ الفوقه هو المكبوس سيدها فوق ذا برجع. اوكي هذا ايضا يحد من هالجيسان كنا او والله ما ادري من هالوين ذاكم. الفوقه هو المكبوس الكبسه على قولتكم هي حد في اللهجه المحليه حد يسميها فوقه وحد يسميها تشابسه وحد يسميها مكبوس وخليجنا واحد وشعارنا واحد. انزين هذا اولا. واللي تخبرون عن المالح، المالح انتم في السعوديه يعرفونه في الدمام يسمونه طريح. حد يسميه طريح وحد يسميه سمك ملح ولكن نحن المالح نمتاز فيه بطريقه ثانيه يعني. طريقة شغله وطريقة خدمته هاي من الأكلات اللي متعارف عليها شيء عاد. المالح مليون نوع مليون نوع المالح لكن كله يطلق عليه اسم مالح. شيء الكسيف شيء المدفى وشيء الدوسان وشيء الشريح وشيء الرزيم وشيء
مليون نوع نوع، وكل نوع من هالأنواع له طريقة خدمة معينة. فلذلك يقولون لو كل من يونير ما تم في الوادي الشياء. فلذلك كل حد من العرب يمتاز طريقة الشغل هذا وطريقة ترتيب الشغلة والأكلة كيف يخدمها، مثل ما هو في السعودية المرقوق والمطازيز ولا لا 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 لا، وخيرات الله كلها. مثل ما أنتم تمتازون بأشياء، نحن في الإمارات بعد عندنا أشياءنا الخاصة. وفي شيء من البيوت حاليا ملم بكل شيء تبارك الرحمن، لأن حاليا الإنترنت يزاهم الله خير ما قصروا. التواصل الاجتماعي يشرح لك عن البنت وبنت البنت، يعلمك كيف ينام الحدب. الحدب الأول ما حد يدري بكيف ينام، ما حد يدري بالله، الله سبحانه وتعالى سكر على عمره حجرته وما حد درابه، حد درابها نومت الحدب ايش قايل، ما حد درابها. الحين الانترنت اظهر لك كيف ينام الحدب، الحدب ايش قايل نومته، يخبرك كيف ينام الحدب. بلاك بلاك والله حتى ما تبين. لا ايوه الحين هي هي. كيف الحال ابراهيم؟ مبسوط يازلك المالح بداخل العافية. الحمد لله ريدي صلاح، قلت له شكرا. ها صلاح قلت له شكرا، شنطك روح بيشلون ما يحتاج انت تقول. يلا ابويا عطيته بخشيش مال شلون؟ عطيته ولا لا؟ لا عويلكم ما عطيته. قلت له شكرا. زين صلاح مبسوط؟ مين هاي؟ واحد مال الطيران. لا زين هي طيران الاتحاد. الاتحاد هي مبسوط؟ رقم واحد. ايه شكرا. اللي يصورنا ابوك والله جسمه سلطان. سلطان اسمه؟ وين سايرين؟ في مصر. مصر زين. وانت شو اسمك؟ فهد. وانتي؟ وانتي؟ جوري. ها؟ جوري ما زين اساميكم. الله يحفظكم. يلا سلموا حبيبي. ها يلا فداك الله خير. الله يحفظكم. السؤال الحلوه اقول لك. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الله كيف حالك؟ ما شاء الله. شيفك شيف الدكتور. شو اخبارك؟ شيفك الله يحفظك شيف الدكتور. شرفنا بشوفك الله يحفظك. تعرف ابراهيم توفيق؟ وينه؟ هذا ما ابراهيم توفيق ما تعرف هذا ما تعرف حد. صلاح شو اخبارك؟ خير. ناق منك يقول ما سلم علي. شوف حالك صلاح. صلاح تعرف هالرجال؟ هالدكتور؟ اعرفه دكتور. لك صوره ابو محمد. دي راوني اياها. هذا الرجال. هذا خالد ولد حياه سهيل بن هلال المزروعي. الله يغفر له يرحمه. ابوك من صفوة الناس الفنانية له الجميع. خير ابوك. والله اني اتذكر حتى ضحكته كيف كانت، ضحكته فيها بحة يعلها الجنة ونعيمها. الله يغفر. شو يعني؟ قولي هذا. ساري ورقة الورقة مالك؟ ايه مال ويل تشير. ايه صلاح انت صاحي ليش انت عريولك؟ ليش تبى كرسي؟ عسل. يبى هذا؟ يبى كرسي. يا ابنو هذا جاي لك طيران الاتحاد. يقول الله الله في صلاح. شيء تبون مبصين قال له شيء تبون شيء بصراحه شيء تبى ابدا ابد. قول لهم شكرا طيران الاتحاد. السلام عليكم ورحمه الله. من ديسلدورف الالمانيه اقول لك كل عام انت طيب ابو محمد. اخونا العود خالد الخالدي. نسال الله ان شاء الله انه يعود علينا وعليك هذه الايام المباركه وانت بخير وصحه وسلامه يا رب العالمين. تحيه لك وكل الناس اللي يتابعونك داخل محيط الدوله او حتى خارج حدود الوطن العربي الكبير. اتمنى لك التوفيق وهذه تحياتي من ديسلدورف الالمانيه.